عسلم عسلمة لبيس عيشك قدم لي روحك. أنا مواطن تونسي نخدم في مجال الصحة. بين نحكي شوية على مجال الصحة. المواطنين في تونس كيفاش تقييمهم المجال الصحة؟ والله الخدمات العامة بصفة عامة، الصحة، النقل، برشا مجالات أخرى اليوم الناس ما همش فرحانين بهم. أنا كان تعمل سونداج 10 سنين التالي واليوم قبل كانوا خير، كلهم خير. أكتشوف حتى النظافة، حتى الصحة بصفة عامة كانت قبل وما كان ثم مينيموم، معناه كان ثم اون سانتي دو فيتيس. سي فري الغني اللي عنده فلوس يمشي للكلينيك ويلقى اللي حاجته به، اما اللي ما عندوش والطبقات الفقيره كانت تمشي للسبيطار وكان ثم ان سويفي وكان ثم ان مينيموم يلقاوه. اليوم مالوريزمون نظرا لتراكمات كبيره ياسر القطاع الصحة توا أمبان، براتيكمون أمبان. كي تشوف لي زوبيتو المزمر فيهم مسال في 10 ملياردوات، معناها الفارماسي سنترال مسالة، الصناديق مسالة، تجي تشري حاجة غون تشري حاجة مثل ما عندش يعطيوهم، يقولوا للمريض جيب الدواء باش نعملوا لك عمليه. معناه حاله ما الدوله استقالت من التعليم، استقالت من الصحه، استقالت من النقل، حاله ما هيش متاع دوله قاعده تقدم لقدام. عملنا 10 ولا 15 سنه توخير التالي، وهذا ترى المواطن العادي مسكين قاسي، تلقاه مواطن مثلا يخلص مليون، هذا هو المواطن المتوسط في تونس. اليوم تجيه عمليه لولده باش يعمل ابانديسيت، اللي اوبليجي باش يحط المليون هذاك وما يلقاش باش يخلص حتى فاتوره ماء ولا ضوء، واكثريه التوانسه كارين. معناه يلزم واحد يجي مانجر يفهم يقوم باصلاح المنظومه، ما هي شي بركه في لي سالير، ما هي شي بركة في التجهيزات. راهو ما عندنا شيء، ما عندنا شيء يحشم. الكوفيد اللي عرى التوانسة الكل، عرى المنظومة، ورى اللي احنا من اللي يخرجوا لكم ويقولوا لكم حلينا 300 سرير انعاش، يكذب، ما عنده شيء، ما حل شيء. سرير الانعاش نتحداهم يحلوا سرير انعاش واحد. ولاية كما تطاوين، ولاية كما توزر، كما قروان، اسألوا عليه، اسألوه الوزير، قل له قداش باتت ولاية القروان من غير طبيب انعاش، طبيب واحد ما فيهاش، ولاية كاملة، يلسون انكابابل باش يخدموا طبيب واحد، والاخر يقول لك 300 سرير انعاش، 300 سرير انعاش مش تحط، شكون مش تحط عليهم؟ عندك طب انت بتاع انعاش تحطهم؟ وعلاش الطب قاعدة تهاجر وتمشي لفرنسا؟ علاش؟ على خاطر لهنا ما لقاوش حظهم. يلزم البرلمان كي نهارت اللي مش يصير ثم برلمان يلزموا يرفع، يلزم الموارد، يلزم فينانسمون تاع السونتي، الفو فينانسي سونتي، سونتي بلاش فلوس، سونتي بلاش فلوس ما تعطي حتى شيء، يلزم عندها ان بري، يلزم توجد الموارد وتخلص الناس كونفينابلومون، ومن بعد تطلب منهم انت وقتها يوليو يخدموا. اما تجي تلوح واحد في اي بقعه وتعطيه مليون وقالي 7 سنين بعد الباك، تعطيه مليون ولا مليون نص ولا حتى وتقول له فيهم عيش فيهم موت، معناه ما يقابلش بعضه. يلزم يلقاو حل بور فينانسي سانتي. ديجا برشا تشكيات من المواطنين معناها في المجال هذا. احنا والله شوف ثم ان بونوس يعطيوه اللي ما حتى واحد ما يراقب حتى شيء، المواطن يمشي يلزمه. معناه انا نتساءل ثم حاجه في العالم اجمع المتحضر هي لاكريديتاسيون، تاهيل المؤسسه الصحيه. شو معنى تاهيل؟ انا دخلت وبعد ما نخرج يعطوني كيستيونير، هل الاستقبال كان في المستوى؟
مثلا، هل الطبيب قام بواجبه، هل الانفيرمي قام بواجبه، هل الاكله في المستوى، هل الاوتيلري في المستوى، هذا الكل كان يعملوه في تونس الاجابه الكل معروفه شنو. ما ثم شيء ناس تجيب في الماكله من ديارها، ما ثم حتى شيء، ما عندنا شيء. والوزير هذا فرحان معناها الي بيان الي بيان، هو مثلا كان يمرض ولده الي بيان يلقى روحه يمشي للوبيتال ميليتير، عندهم بزايد بيدجي وعندهم بزايد ناس تخدم يقوموا به، اما ما يقوموش بالشعب التونسي. الشعب المزمر هذا ما عنده حتى امكانيه باش ياخذ حتى شيء من الدوله. كل شيء الوسخ، الدواء مش موجود، الطبيب مش موجود، الانفيرمي اللي على كل انفيرمي نارم كي تجي باش تحل كلينيك يقول لك على كل 4 مرضى يلزمك انا انفيرمي. في القطاع العام على 40 مريض تلقى فرملي، وساعات تلقاهم ليفري امام ما عندهم حتى شيء، يجيبوا في اهاليهم باش ينحيوا لهم مسخهم ينحيوا لهم. راهو الحاله يرثى لها، وعايشين حق القطاع الصحي. لازم واحد فاهم القطاع الصحي، ما حشناش بطبيب يا سيدي، يحطوا ان جيستيونير كي جير لارجون ويوفر الفلوس ويعطي للناس الامكانيه باش تخدم. الناس الكل توا هاربه للبريفي، والمواطن غير قادر على البريفي. فلا دونك شنو هو الحل باش نصلحوا القطاع نتاع الصحه؟ تصليح القطاع ما فيه حتى سر. تصليح القطاع، القطاع هذا يمشي مثلا، نقول جندي نامبورت كوا، القطاع هذا يمشي ب 9% من الميزانيه نتاع تونس. انت عامل 4%، تحمل مسؤوليتك هكا، تحمل مسؤوليتك. كيما انت تجي تقول لي انا مش نعطيك، يلزمني انا باش نعيش 500 دينار، تعطيني 100 دينار تقول لي دبر راسك، كيفاش باش نعيش؟ هذيك هي الصحة في تونس. الصحة في تونس يلزم الناس تفهم اللي هي عندها كو، عندها ان كو يلزم تحطه أول حاجة. وثاني حاجة كي تجي لانفيرمي مثلا ولا طبيب ولا تعطيه حقه، غدوة تجي تحب تعاقبه تنجم تعاقبه، أما كيف أنت ماكش عاطيه حقه ومسيبه وقول له أعمل اللي تحب، والمواطن جاء داويه ما جاكش خليه. دونك سي السيستيم كله غلط، واحنا دازينها في الشعب يريد 76% قيس سعيد وكا، وديما يمشي. وتو تشوف اش مش يصير في قطاع الصحه بالطريقه هذه. ان شاء الله اللي جاي خير. حسنوا، ميرسي بوكو، عايشك، يعطيك الصحه.